FM. الكلمة ليك. ما فمش اقالات، فما بلايص ما فيهاش مسؤول، كان فيها واحد بالنيابة هو اللي تم، بالتالي ما فم حتى ريبتور لا في الارهاب لا في الملف نتاع الارهاب ولا في الاستعلامات، هذوما الزوز الكبار. فالمغالطات اللي نسمعوا فيها، انا ديدي كي نسمع اقالات وجابوا ناس جدد، هل هما جابوهم ناس غفاصة، جابوهم ناس ما همش مدنيين، ما همش أهل الاختصاص؟ ما هذا السؤال. أنا اللي يقول كلامك هذا يجيب لنا منين جابوهم الناس هذا، هل كانوا في وزارة الثقافة ولا كانوا في وزارة الفلاحة وهزوهم للأمن، ولا هما من صلب سلك الحرس ومن صلب الهياكل الأمنية وعندهم 25 و30 سنة خبرة؟ فيا ناس عيب عيب أنه نغلطوا التوانسة ونقولوا راهوا هالأماكن الحساسة جبنا لهم ناس بوجدية. أنا سمعت الآن نقابة الحرس الوطني وعطاها بالمكان بالمكان، بالمهمة بالمهمة، ولا مهمة خذها واحد خارج الإطار، بل هم الناس اللي كانوا موجودين غادي وكانوا يسيروا في نفس الإدارة، وما كانش فما تسمية متاع مسؤول أول، فالمسؤول أي. الثاني اللي كان يسير هو اللي تسمى الآن أي. بالتالي كفاء مغالطة للتوانسة، راهو عيب وحرام. الكلمة ليك.